من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن انعقاد مؤتمر بغداد يعد انتصارا للشعب العراقي رغم التحديات، مشددا على أن الهدف الأول لهذا المؤتمر هو التأكيد على عزم الدول المشاركة وإصرارها على مكافحة الإرهاب ودعم استقرار وسيادة العراق. وفي هذا الإطار أكد ماكرو التزام بلاده بدعم القوات العراقية في مهمتها ضد التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن بناء الشراكات هو الأساس لتحقيق السلام في المنطقة. نحن هنا قبل كل شيء من أجل العراق وأمنه وسيادته وتنميته ورخاء وتطور الشعب العراقي. ذكرتم بذلك دولة رئيس الوزراء، الشعب العراقي قد عانى الكثير من المعاناة بسبب الحروب والأزمات وتقلبات التاريخ التي شهدتها هذه البلاد، وبالتالي نحن مدينون لهذا الشعب. العراق اليوم يعود ويمسك بمصيره ويتوجه نحو الاستقرار والتنمية، والهدف الأول من هذا المؤتمر هو مواكبة العراق على هذا الدرب. أولا عن طريق إعادة التأكيد على عزمنا وتصميمنا على مكافحة الإرهاب ومن أجل أمن بلادكم، ولهذا السبب تبقى فرنسا ملتزمة بالكامل ميدانيا إلى جانب القوات العراقية في مهمتها القتالية وكذلك في مهام التكوين والتدريب. والحرب على الإرهاب هي الحرب التي نخوضها منذ عدة سنوات في إطار التحالف الدولي إلى جانب حكومتكم وقواتكم المسلحة.